صراط المستقيم إذ ده قرآن شاش فاسألوا أحلى الذكر ده أحلى الذكر إذ راسخون في العلم ده تباسن إذ ده قرآن شاش إمام المبين إذ ده قرآن شاز خير البرية إز ده قرآن شاز ذي القربة إز ده قرآن شاز السابقون السابقون إز ده قرآن شاز إمام المبين إز ده قرآن شاز عروة الوثقى إز ده قرآن شاز حبل الله إز ده قرآن شاز كلمة الله إز ده قرآن شاز يد الله إز ده قرآن شاز آية الولاية where the person who gave his ring in ركوع that person is in the verse of that here where Allah سبحانه وتعالى says إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. The head of the ayat of tathir is there is no person in the Quran who has been described by Allah subhanahu wa ta'ala like in the verses of Mubarak.